تعرف على حضرتك؟ انا اسمي سيد ابو العلا وبشتغل محامي ومن شباب الثوره. 30/9 جمعه 30/9 ليه؟ لاسترداد الثوره واستكمالها، ولانه الشعب حتى الان ما حسش بالتغيير، ما حسش بانه في ثوره حصلت. واحنا دايما بنقول ان الثوره بدات وعشان تستكمل مستمرين في الاضرابات والاعتصامات والحركه المطلبيه والاحتجاجيه العماليه والمليونيات. اهم المطالب بتاع 30/9 تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة. يقال اللي يبقى فيه اعتصام، هل فعلا دي مطروحة ولا لسه في طي النقاش؟ احنا بندعو لمليونية، وإذا حصل اعتصام فهنكون مؤيدين ليه وهنكون منظمين ليه. تعرف سامح شاكر من شباب صوار. ليه 30/9؟ والله احنا لما نزلنا عشان نعيش حرية عدالة اجتماعية، فماذا تحقق؟ ولا حاجه. فلازم نستمر في كل الفعاليات من اول التظاهر لغايه الاضراب، لكل الاشكال اللي احنا ممكن نسمع بيها صوتنا للناس، نسمع بيها صوتنا للمجلس العسكري، صوتنا لحكومه دكتور عصام شرف. لو سمحتم الثوره دي قامت عشان تغير، مش عشان تصلح نظام هرق ونظام فاسد. لو سمحتم عايزين نبني على نظيف، لو سمحتم عايزين نطهر الجرح، لو سمحتم عايزين نشوف الثورة اللي احنا حلمنا بيها. 27/9 يعني باقي 3 أيام، هل استعدتم فعلا استعداد جيد؟ والله حضرتك احنا بندعو كل زملائنا وبندعو كل الـ في كل الأماكن كمجموعة شباب صوار، وهيطلع فعاليات كتيرة من جوامع ومن ده يوم الجمعة، بلس ان احنا اصلا شباب صوار مجموعة كبيرة قوي من شباب الثورة، من غير ما نسمي نفسنا اسم، لان احنا مجتمعين على اهداف هي استكمال الثورة. فان شاء الله يبقى في حشد حلو قوي. شكرا.